الخبز مادة غذاء أساسية تمتلك أهمية كبيرة في حياة العراقيين، لم يتوقع هؤلاء يوما وخاصة الفقراء أن يمسها الغلاء كما حدث لأغلب السلع اليومية الضرورية للحياة وتصبح عبئا ثقيلا يضاف إلى ما يحمله العراقيون. والله العظيم يعني هواي تعبنا من هاي السوالف، يوم يوم صاعدين الشغلة، ساعة طحين ساعة زيت ساعة مواد غذائية، ماكو الشغلة والله العظيم، يعني حتى أمورنا تعبت شوية، لازم شوية عالكبكم ويانا، يعني كل يوم يوم طالعين الشغلة، يعني ما 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 شبعت من البوق من النهيب من كل شيء، كافي خلونا شوية للفقير. غذائية جميعها من الطحين من السكر من التمان من أي مادة غذائية بالنسبة هسه هي غالية جدا. الغلاء يعني وصل إلى حد، يعني على أساس كيس الطحين ب42,000 والمواطن الفقير كل شيء ما يملك له 20,000، هو شهريته ما يملك له 150,000. ارتفاع سعر الطحين بشكل كبير أدى لارتفاع سعر الصمون وسط صمت حكومي، حتى بات أصحاب المخابز بين خيارين يشكل الإغلاق أحدها. والله إحنا عندنا ارتفاع الطحين، ارتفاع الطحين أذانا بشكل وأذى الفقير. الفقير ما قاعد ياكل خبز، والحكومه ما قاعد تسوي مجال للعالم حتى تاكل، واحنا ما نقدر بعد لا نزغر الخبزه ولا نقدر نسوي شيء، فنشتغل يخرصونا الطحين شويه على مود نقدر نشتغل. انتم مصعدين الدولار ومصعدين المواد كلها، شلون المواطن يقدر ياكل؟ ابو الفرن يريد ربح، العامل يريد يوميه كامله، العالم هم يريد صمونه زينه، احنا بهاي الحاله زغرنا الصمونه. أكثرية العالم هنا بهاي المناطق الشعبية كلها كسبة، يعني يا دوب يومي تطلع 15 أو 20,000، زين احنا نصعد عليه الصمونة نسوي 6,000، إراد له هواي فما راح يجي يشتري. بالحالة هاي راح يعزل الفرن، راح أغلبية العمال اللي جايين هنا راح تنقطع أرزاقهم. وامتدت تداعيات أزمة ارتفاع سعر الطحين إلى المطاعم التي باتت مهددة بإغلاق أبوابها التي يشكل الخبز أحد حاجاتها الأساسية، ما يشكل مخاوف كبيرة وخاصة لدى محدودي الدخل مما سيواجهونه في قادم الأيام. ليش جاي تصعدوني؟ ليش جاي تحاربون هذا المواطن؟ ليش جاي تحاربون الفقراء؟ الله ما يقبل ترى، باع الفقير. يعني احنا عمال يومياتنا نزلت على مود بس نمشي العالم، على مود بس ما ننزل الصمونة. ما يصير انتم، لا رئيس يباوع علينا، لا حكومة تباوع علينا، احنا عمال عايشين على قوتنا اليومية. اصلا الناس قاطعت الصمونة هسه بسبب هذا الصعود، احنا خايفين تنقطع رزقنا اذا صعدنا الصمونة. ارتفاع سعر الخبز والطحين أدى لارتفاع الأصوات المطالبة على الأقل بإرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه بالرغم من ضيق الأمل، أصوات لم تعد تشعر بالأمان في العراق الذي لم يعد خبزه متاحا لكل عراقي.